إفرا في هذه التشكيلة للمانشستر يونايتد. وخطيرة وجول كريستيانو رونالدو، يسجل الهدف الثاني على طريقته الخاصة. هدف جميل جدا، لاعب الكرة من أين انطلقت، التمرير رائعة من رايان جيكس، والكرة كما تلاحظون الأولى، التمهيد الثانية، المراوغة الثالثة في المرمى، ولو أن الكرة اصطدمت بأحد المدافعين لكن ذلك لا ينقص في شيء كل هذا المجهود الكبير للنجم الكبير كريستيانو رونالدو. رونالدو مر من هنا، رونالدو يسجل الهدف الثاني، رونالدو يعطي الأسبقية للمانشستر يونايتد في بداية هذا الشوط الثاني. 22 سنة، النجم الذي كان